ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كتاب جديد وحلقه جديده. الكتاب ده بتاع محمد صلاح، الكتاب ده شفناه مع محمد صلاح وهو بيقراه. الكتاب ده اسمه فن اللامبالاه. الكتاب ده هنتعلم فيه ثلاث حاجات بعد لما هنكون خلصنا الكتاب ده. اول حاجه هنكون اتعلمناها ان احنا الطريق الوحيد للنجاح هو الفشل. تاني حاجة، ليه لازم الواحد يتقبل السلبية في حياته. تالت حاجة، ليه مفيش حاجة اسمها في اي حد خارق. الكتاب ده للناس اللي عايزة تتقدم في حياتها. الكتاب ده من حاجات الاساسية جدا 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 اللي موجودة فيه ان معظم الناس في الحياة العصرية الجديدة فاكرة ان كل البني ادمين لازم تبقى حياتهم سلسة وماشية سموث جدا 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 وما فيهاش اي متاعب. الناس بتبقى فاكرة ان هي لازم تفضل طول الوقت ايجابية، وبرضو الناس فاكرة ان هي ما ينفعش ان هي تفشل، مع ان الطريق الوحيد للنجاح هو الفشل. من اهم الحاجات اللي الكتاب ده بيتكلم عليها وعلى طول موجودة في السامري بتاعت الكتاب ده في اي ريفيو هتلاقوه موجود، ان هو بيقولك ان البني ادم علشان يكون ناجح لازم يبدأ يتقبل ان هو ممكن يشك في نفسه. دي اول حاجة. تاني حاجة، يشك في الاخرين اللي حواليه. تالت حاجة، لازم يكون عنده أحاسيس سلبية ويتقبلها، وفي نفس الوقت يبطل ان هو يحاول ان هو يجري ورا الشهرة وان هو يستنى النجاح السريع. واهم حاجة بيقولك في الكتاب ده، بيقولك ايه؟ ان life is struggle، يعني زي ما احنا بنقول على طول مشقة. الحياة فيها مشقة، وزي ما بيقول او زي ما يعني لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني عناء مستمر. حاجة ظريفة في الكتاب ده قوي، بيقولك ان هو بيقولك ايه؟ بيقولك you cannot be productive and your anxiety holds you back. ان انت مش بتبقى حاسس ان انت productive او ان انت بتبقى منتج في حياتك، وان السلبية دي بترجعك لورا. فبيقولك it's okay to feel down، يعني عادي جدا 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 ان انت تبقى حاسس ان انت محبط. الكاتب بتاع الكتاب ده بيقول على طول ان الموضوع بتاع القلق والموضوع بتاع الاحساس بالسلبية وان البني ادم على طول حاسس ان هو مش متكامل، ده بيجي من الحياة العصرية اللي احنا بقينا عايشين فيها، او الحياة بتاعت السوشيال ميديا. ان الواحد على طول الناس بتبدأ تبوست على السوشيال ميديا قد ايه هي حياتهم سلسة، رايحين ناكل، بنلعب رياضة، بننجح. بيبقى تحت الايسبرج بتاع النجاح ده بيبقى فيه سلسلة كبيرة جدا 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 من الفشل، ودي ما تتعرضش. الناس بتشوف النجاح بس، فبتدي على طول الشخص بيبتدي يحس ان هو مقصر، بيحس ان هو داون، بيحس ان هو ازاي الناس كلها حواليها حياتها ايجابيه ودي الحياه اللي هي البيرفكت اللي الواحد بيشوفها في السوشيال ميديا، وده مش حقيقي. فده بيخلي البني ادم على طول حاسس ان لو انا محبط او لو انا متضايق او ان انا بفشل ده مش طبيعي. فبيبدا ان البني ادم يخش في لوب ان الاحساس بالنيجاتيفيتي او الاحساس بالفشل ده عبارة عن احساس وحش، والبني ادم بيبدأ يفكر ازاي ان انا افضل عايش بالطريقة السلبية او الطريقة الوحشة دي. فبيبدأ البني ادم يخش في فيشس لوب او في سايكل من الاحاسيس السلبية، وفي نفس الوقت البني ادم بيبدأ يريجكت الاحاسيس السلبية اللي جواه، فبيبدأ يبقى مش عارف يطلع من المشكلة اللي هو فيه. اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده حالا هو اللي الفيلسوف آلان ووت كان بيتكلم عليه. بيقولك ان الاحاسيس او الاحساس the desire for more positive experience is itself a negative experience. يعني ايه؟ ان البني ادم ساعة لما بيحس ان هو طول الوقت عايز يبقى positive positive positive، ده اصلا ده negative experience، عشان بتحط على البني ادم عبء كبير جدا 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 ان هو طول الوقت ازاي ان انا بقى ايجابي. مفيش بني ادم ايجابي طول الوقت. في ثلاث طرق لفن اللامبالاة. اول طريقة اللي هي اللامبالاة مش معناها ان انا بني ادم indifferent، يعني حاسس باللامبالاة. لا، اللامبالاة معناها ان انا اكون مرتاح، ان انا I don't care، مش مهتم او مش قلقان. الطريقة التانية اللي هي حاول ان انت ما تهتمش جدا 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 بان انت تبقى مركز على الشدائد او الادفيرسيتيز او المصاعب اللي هي بتبقى موجودة. لازم على طول تحاول تركز على حاجة أهم من المصاعب اللي هي موجودة فيها، إزاي أطلع بحاجة مفيدة من اللي أنا موجود فيه ده. تالت حاجة بيقولها إن سواء أنت واخد بالك أو مش واخد بالك، أنت اللي بتختار إن أنت تهتم بالشيء ده أو ما تهتمش بالشيء ده. ففي الأول هو قرار.
يعني كده باختصار كده زي ما بيقول البني آدم اللي بيحاول ان هو يركز على حاجة إيجابية بيركز على الإيجابي، البني آدم اللي بيحاول يركز على الحاجة السلبية برضو بيلاقي السلبية في وشه. فالبني آدم هو اللي بيختار ان هو يمسك زمام الأمور علشان يعرف يجي مين ولا يجي شمال، هبص هنا او هبص هنا. في مثل بيقول او في حاجة بيقولك no matter how thin you slice anything it always has تو سايدز، يمين وشمال، يا هبص كده اشوف الناحيه دي اللي انا عايزها، يا هبص الناحيه الثانيه اشوف الناحيه اللي انا عايزها. فانا اللي بختار ان انا اشوف هبص هنا ومش هبص هنا، مش الحاجه هي اللي بتقرر او هي اللي بتحدد مصيري. من اهم المبادئ اللي موجوده في الكتاب ده والحاجات اللي عجبتني جدا جدا جدا، بيقول لك ايه؟ الحياه عباره عن مشقه، لايف از استراجل. فبيقول لك من جزء من الاجزاء المهمه جدا جدا في الكتاب، بيقول لك الغني بيبقى على طول الوقت متضايق علشان هو حاسس ان هو اعلى من الناس وحاسس ان هو الناس بصاله وعايزه منه حاجات، والفقير بيبقى حاسس ان هو طول الوقت متضايق علشان حاسس ان في حاجات كتيره ناقصاه. فبيقول لك no matter what you may or may not have، لو انت عندك حاجه او ما عندكش حاجه، الحاجات الماديه مش هي اللي بتخلق السعادة، بالعكس هي وسيلة ان انت تجيب بيها حاجات تسعدك، لكن المادة مش هي اللي بتخلق السعادة. عدم الرضا وان الواحد حاسس ان هو مش مبسوط، دي حاجة البني ادم بيتولد بيها واحاسيس بتوصل له، دي من طبيعة البني ادم. يعني بيقولك الاحاسيس السلبية او النيجاتيف ايموشن دي بتتطور علشان تكون مفيدة للبني ادم، ان الواحد يكون حاسس احاسيس سلبية او حاسس ان هو انسكيور او حاسس ان هو اي حاجة سلبية، دي بتفيده في التطور على المدى الطويل. فأي أحاسيس سلبية دي مهمة جدا 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 للبني آدم عشان تخليه يبدأ يتطور ويوصل لحاجة إيجابية في المستقبل. بيقولك you cannot be happy or successful without struggling، انت أصلا مش هينفع تبقى، مش هتوصل للسعادة ومش هتوصل للنجاح من غير ما تفشل مرة ومرتين وتلاتة وتتكعبل أو تتكعبلي وتقع على وشك. بالعكس اكتر بني ادم بيحس بالسعادة البني ادم اللي فشل كتير جدا جدا جدا، واكتر بني ادم بينجح هو فعلا اكتر بني ادم بيفشل. اديسون او توماس اديسون اخترع اللمبة بعد 1000 محاولة، فتخيل ده لو الراجل كان يأس بعد 50 60 100 200 300 999 مرة بيفشل، والمرة الألف نجح. فتخيل الرجل ده أحبط قد إيه وحس بأحاسيس سلبية قد إيه لدرجة لما وصل لغاية اللمبة. فده بقى يرجعنا للحتة الأهم منها، إن البني آدم مش هيبقى سعيد من غير مشقة. فده بيخلي البني آدم يسأل نفسه سؤال أهم بكتير جدا جدا، هل المشقة اللي أنا هعدي بيها دي مستاهلة علشان أوصل للسعادة دي، ولا مش مستاهلة أصلا أن أنا أخش الخناقة دي؟ زي ما بيقولك كده choose your battles، لا دي خناقة خسرانة. فأنت على طول أو أنت على طول شوف المشقة دي، هل هي المشقة دي اللي أنا هعدي بيها دي كلها فعلا مستاهلة وهو ده اللي أنا عايز أن أنا أوصله في الآخر ولا لأ، عشان ما تخش في حتة وتبدأ تحرق بنزين على الفاضي. أصلا مانسون ده اللي هو كتب الكتاب حلم حياته من وهو صغير كان يبقى مغني، كان عايز يبقى روك ستار. هو مستعد أن هو يضيع وقت في الكلام ده؟ لا، أنه هو مش عايز أو مش مستعد أن هو يضيع في الوقت من الكلام ده، فنسي أصلا موضوع الروك ستار ونسي موضوع أنه هو عايز يبقى مغني، وقرر أنه هو إيه يشوف له حاجة تانية مستعد أنه هو يخش في العناء بتاعه. في الكتاب ده مثل حلو جدا 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 بيتكلم عليه واحد اسمه ويليام جيمس، ده واحد من السايكولوجيستس او الناس اللي هي دخلت في الحته بتاع علم النفس والسايكولوجي والحاجات دي في الفتره اللي هي بتاعت القرن ال19. الراجل ده وهو صغير عانى من شويه حاجات كده في صحته، ان هو ما كانش عنده، كان النظر كان عنده كان بايظ، وفي نفس الوقت كان عنده مشاكل في ظهره. فابتدى ان هو من وهو صغير ابتدى ان هو يبص ان هو يضيع وقته، او ان هو يحاول يديستراكت نفسه او يشتت نفسه بان هو يبدأ يرسم، بس ابوه على طول كان بيحبطه ويقول له بقول لك انت مش موهوب. بعد لما ابوه بقى قعد يبكته 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 كل شويه، الراجل جيمس ده قرر ان هو او دخل هارفارد ميديكال سكول. وهو طول الوقت وهو في هارفارد ميديكال سكول كان بيحس بيقول انا حاسس ان انا نصاب، انا حاسس ان انا اصلا مش بنتلني للمكان ده، وساب هارفارد. وبعد لما وصل اولموس لغايه ان هو بقى 30 سنه الراجل ده ما كانش حقق اي حاجه في حياته. الراجل ده بقى اخوه الصغير اللي هو هنري جيمس ده وصل ان هو بقى راجل بيكتب روايات، واخته الثانيه الصغيره
اللي هي أليس جيمس دي ابتدت ان هي حالتها المادية تتحسن كتير جدا جدا جدا، وبرضو دخلت في الحتة اللي هي بتاعت كتابة الكتب، لدرجة ان الراجل جيمس ده او هنري جيمس ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ابتدى ان هو يحس ان هو عايز ينتحر، او حاسس ان هو يائس جدا جدا ان هو من كتر ما هو كان بيتبكت وهو صغير، ومن كتر ما هو اخواته ان هم نجحوا ووصلوا وان هو ابتدى يعمل وهو ساب الجامعة، وحاسس ان هو الراجل فاشل جدا جدا جدا، فابتدى ان هو يجيله ميول انتحارية.